الكرة تنقطع، مرت إلى الجهة اليسار عند سول. سول يحاول، سول ما زالت الكرة معه، سول يفكر يبحث عن زميل، سول يتأخر بعد ذلك، يلعب كرة عرضية ممتازة، ياسر القحطاني، جول، جول من القحطاني، ياسر القحطاني، ياسر القحطاني الذي قال عنها الاتحاد الدولي في حوار معه رحلة إلى القناص، وهنا في رحلة شمالية ممتازة مع القناص، رحلة شمالية جميلة مع القناص، القناص في رحلة بالشمال، القناص يستمتع في رحلة الشمال، يستمتع في المقناص القناص، ويسجل أول أهداف الهلال 1-0 في كرة ملعوبة بالرأس. شوف المحاولة، سول أخذ كرة عد فيها، لعبها على رأس ياسر القحطاني، يتقدم مع الهلال 1-0 للهلال براس القناص في ليلة المقناص، ليلة المقناص الشمالي، يتقدم الهلال بهدف دون مقابل. كرة إلى خارج أرض الملعب، رمية جانبية، رمية جانبية تلعب لمصلحة الهلال، أيضا الهلال هنا يتقدم.